السلام عليكم. قبل اي حاجه عايزك تبص على الاكونت بتاعي. ده الاكونت بتاعي على محفظه فوسيت باي، في زي ما انت شايف قدامك $313. عايزك تفتكر الرقم ده كويس، لان في اخر الفيديو الرقم ده هيتغير وهنشوف هيزيد قد ايه، وهعرفك الزياده دي هتيجي ازاي وهتقدر انت كمان تعملها ازاي. بس شوف الفيديو من اول للاخر، لان في طريقه مدفوعه وطريقه مجانيه، وكمان في 2 بونص هديهولك محدش اداهولك قبل كده على اليوتيوب، انا هديهم لك، هتقدر تزود ارباحك اضعاف اضعاف. فجهز كوبايه الشاي بتاعتك وركز معايا ويلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد من قناتكم دكتور ارن. النهارده زي ما انت سمعت كده في المقدمه، النهارده بتليفونك بس هخليك تكسب ارباح محترمه جدا جدا جدا، وهتقدر تشتغل بطريقه مدفوعه وبطريقه مجانيه، زائد ان انا هديك 2 بونص وهديه من عندي علشان تقدر تساعدك انك تكسب برضه في المجاني وفي المدفوع. فعايزك تركز معايا في الفيديو ده كويس جدا، وتجهز تليفونك لانك مش هتستخدم غير تليفونك بس محفظه عملات رقميه. اي حد معاه محفظه عملات رقميه، طبعا معاك محفظه فوسيت باي، معاك باينانس، معاك اي محفظه عملات رقميه تقدر تشتغل بيها وتقدر تحقق بيها الارباح اللي انا بقول لك عليها في الفيديو ده. بس لازم تركز ولازم تتبع اللي انا هقوله لك بالظبط. لو غيرت في اللي انا قلته لك او لو حبيت انك تخترع من نفسك، هيبقى في مخاطره على ربحك وهيبقى في مخاطره على فلوسك لو انت اشتغلت بالطريقه المدفوعه. فركز معايا كويس، علشان النهارده كمان هنقول مين الفايز بال $10 بتاعه المسابقه بتاعه الفيديو اللي فات. هنطلع حد من الكومنتات بشكل عشوائي في اخر الفيديو وهنبعت له الهديه بتاعته. بس الفيديو ده مش هيكون فيه مسابقه سؤال، الفيديو ده المسابقه بتاعته هتكون مختلفه شويه وهقول لك عليها في خلال الفيديو، لان ربحها مش هيكون $10 ولا هيكون $20، هيكون ربحها كبير جدا جدا جدا، وانت هتقدر تستفاد بيه استفاده كبيره جدا جدا. فلازم تشوف الفيديو من الاول للاخر عشان تعرف المسابقه عامله ازاي، وعشان تعرف انت هتقدر ازاي تكسب من الفيديو ده بطريقه مدفوعه وبطريقه مجانيه، وايه الهدايا اللي انا مقدمها لك اللي هتساعدك وهتسهل عليك الربح بشكل كبير جدا جدا. فركز معايا ويلا بينا نخش في الشرح العام. طيب اهلا بيكم مره ثانيه يا شباب في قناتكم دكتور ايرنينجز او قناتكم دكتور ربح. طبعا لو مش مشترك في القناه فعل زر الجرس على الكل، فيا ريت تشترك وتنضم لاسرتنا، لان فعلا احنا محتاجين كل اشتراك ومحتاجين كل لايك انت هتعمله على الفيديو ده، عشان القناه زي ما انتم عارفين واقفه بقالها سنه، وده ثاني فيديو ينزل بعد رجوعنا من الاجازه الكبيره دي. فان شاء الله انا مجهز لكم حاجات كتيره جدا 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 مدفوعه ومجانيه، وحاجات قويه جدا فعلا هتستفادوا منها. ف اتاكد انك مفعل زر الجرس على الكل عشان اي حاجه انزلها لك يجي لك اشعار بيها. وطبعا لو عايز تقدرني شويه حط لايك على الفيديو واكون شاكر جدا ليك. طيب خلينا نخش على الشرح بتاعنا على طول، وفي اخر الفيديو ان شاء الله زي ما قلت لكم هنطلع الفايز من الفيديو اللي فات اللي هو الفيديو ده. وبالمناسبه دي استراتيجيه جامده جدا، والفيديو طويل زي ما انتم شايفين، يعني نص ساعه دي فيها استراتيجيه كبيره جدا وفعلا بزنس كبير. لو حد عنده وقت فراغ كبير وحابب ان هو يشتغل عليها يشوف الفيديو ده، وان شاء الله هيستفاد منها كتير جدا جدا. طيب خلينا نعرف احنا النهارده هنكسب ازاي وهنقدر نحقق ارباح ازاي، وايه الموقع اللي احنا هنشتغل عليه النهارده. طبعا انا هسيب لك لينك في وصف الفيديو هتضغط عليه او في اول كومنت على حسب، هتضغط على اللينك اللي في وصف الفيديو ده هيوديك على الموقع اللي احنا هنشتغل عليه النهارده، هو موقع كوين رايز. طبعا لو انت عارف الموقع استنى عشان تعرف ايه البونصات اللي انا مقدمها لك هتساعدك وتسهل عليك ربح الموقع بكتير. زائد ان انا هقول لك ايه الطريقه المجانيه، لان محدش شرحها على اليوتيوب او محدش قال لك ايه الطريقه المجانيه. طبعا غير الاحالات، طريقه مجانيه ما فيهاش احالات وما فيهاش اي حاجه، طريقه مجانيه انت بتعتمد على نفسك وعلى مجهودك بس هتقدر تكسب بيها. فانتظر معايا شويه لو انت عارف الموقع، ولو مش عارف الموقع تعالى بقى اقول لك من الاول للاخر ازاي، ايه الموقع ده عباره عن ايه وازاي تقدر تحقق منه ارباح. طيب هيفتح لك الصفحه دي. اول حاجه هنا هتحتاج انك تحط ايميل وبعد كده تضغط نيكست، فهتحط الايميل بتاعك وتضغط نيكست وتبدا تنشئ اكونت. بعد ما تحط الايميل بتاعك وتضغط نيكست هيفتح لك الصفحه دي، هيقول لك ان هو بعت لك كود على الايميل بتاعك، هتروح تجيب الكود ده وهتحط باسورد للحساب بتاعك، تضغط على ريجستر، هيبدا ان هو يفتح لك الصفحه الرئيسيه بتاعه الموقع. فانا هخش على حسابي وارجع لك مره ثانيه. طيب وزي ما انتم شايفين انا دخلت على الحساب بتاعي كده، انا جوه الحساب. بس قبل اي حاجه انا عارف ان انا قلت لك ان الشغل على التليفون، ولكن انا بشرح على الكمبيوتر عشان يبقى الموضوع سهل عليك والصوره واضحه قدامك في الفيديو، لكن انت تقدر تعمل الكلام ده كله من التليفون. انت شايف اصلا واجهه الموقع متصممه للتليفون بس، فانت تقدر تشتغل من تليفونك بس وتقدم الخطوات دي، لكن انا بعمل كده زي ما قلت لك علشان يبقى واضح الفيديو قدامك كل خطوه انا بعملها. ف تقدر تمشي نفس الخطوات على تليفونك. طيب
انا كده فتحت الاكونت بتاعي. عندك هنا في الاكونت الموقع بيعتمد بشكل اساسي على التداول، التداول على البي تي سي او على البيتكوين. زي ما انت شايف بيفتح لك شارت هنا ويبدأ ان هو انت بتبدأ تتداول على البيتكوين، يطلع ينزل انت بتحقق ارباح. فالموقع بشكل اساسي بيعتمد على انك تعمل ايداع وبتبدأ تكسب من التداول ده. فهعرفك الطريقة اللي هي الأساسية بتاعت الموقع، زائد بعد كده هعرفك إيه الطريقة المجانية اللي هتقدر تشتغل عليها، وطبعا في النص هعرفك الطريقة المدفوعة والطريقة المجانية، كل واحدة فيها بونص، إزاي هتقدر إنك تستغل البونص ده وتضاعف أرباحك حرفيا. طيب، أول حاجة هتخش على الأسيست هنا اللي هي علامة الشخص دي علشان تخش على البروفايل بتاعك. هنا بيكون فيه رصيدك، ده طبعا أنا معايا حساب كبير ومعايا حساب صغير، ده الحساب الصغير اللي هشرح لك عليه، لكن في حساب كبير هوريهولك في آخر الفيديو وأوريك الرصيد فيه كام. طبعا هنا الرصيد بالدولار، بعد كده تحت هنا الرصيد بالعملة بتاعت بلدك، أنا طبعا عاملها إن هي مصر لكن أنت ممكن تختار أي دولة موجودة هنا. فالرصيد $27 بالدولار وعامل 1370 جنيه بالجنيه، تمام؟ فطبعا اول حاجه هتحتاج تعملها هو انك تعمل ريتشارج او انك تعمل ايداع في الموقع علشان تقدر تشتغل عليه. فتضغط على كلمه ريتشارج، هتختار هتريتشارج يو اس دي تي ولا تي ار اكس 20. طبعا انت هتختار على يو اس دي تي، وبعد كده هتحط انت عايز تعمل ايداع بقد ايه. طبعا تقدر تعمل ايداع اقل حاجه ب $5، بعد كده فوق ال $5 انت تقدر تعمل ايداع باي رقم. فاحنا مثلا نقول ان احنا هنعمل ايداع ب $10 بس علشان مثلا تجرب الموقع بيها، وتضغط على نيكست، هيديك المحفظه دي وهتبدا انك تحول على المحفظه دي من محفظتك الشخصيه على شبكه التي ار سي 20. اتاكد انك على شبكه التي ار سي 20 زي ما انت شايف هنا تحت تي ار سي 20، اتاكد انك على الشبكه دي. فهتبدا تحول الفلوس على الشبكه والمحفظه دي، الفلوس في خلال 5 دقائق 10 دقائق بكتير جدا هتلاقيها اتضافت في حسابك. هترجع كده ترجع كده هتلاقيها اتضافت هنا في الحساب بتاعك. فانا طبعا عامل الايداع بتاعي واوريدي جربت استراتيجيات علشان اقدر اجيب لك افضل حاجه. ف يعني هوريك دلوقتي العمليات انا وصلت لكام وخسرت كام وكسبت كام، كل حاجه هوريها لك دلوقتي في خلال الفيديو. طيب اوريك طريقه السحب بالمره. احنا عندنا عملنا ريتشارج، عملت ايداع، طيب بعد ما اشتغلت وكسبت عايز تسحب، تضغط على ويزدرو، بيفتح لك صفحه الويزدرو زي ما انت شايف، تبدا تختار العمله. طبعا احنا بنشتغل باليو اس دي تي، تبدا تختار السحب بتاعك قد ايه، بتكتب الرقم اللي انت عايز تسحبه ايا كان الرقم، في عموله $1 على السحب ودي عموله الشبكه. بعد كده هنا بتحط المحفظه بتاعتك اللي انت هتستلم عليها الفلوس بتاعتك، وفي خلال 5 دقائق ل 10 دقائق بالكتير بتلاقي المبلغ وصل. والنهارده هنعمل اثبات سحب مع بعض وهنشوف هيوصل في قد ايه. طبعا لو انت ما معكش محفظه عملات رقميه، اسهل محفظه ممكن تعملها ومش محتاجه اي تفعيل وبتشتغل في كل الدول هي محفظه فوسيت باي، هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن. هتخش وتفتح اكونت، وزي ما انت شايف وريتك في اول الفيديو على التليفون عندي $314 هنا، طبعا هي كانت 313 في اول فيديو بقت 14 علشان في عمله زادت من العملات اللي انا مخزنها، بس ما علينا. لو مش عارف ازاي تجيب الرقم المحفظه اللي انت هتستلم عليه في فوسيت باي هقول لك ازاي تجيبها دلوقتي. هتخش على والت، وبعد كده تروح على يو اس دي تي تي ار سي 20، تاكد انها تي ار سي 20، تضغط على ديبوزيت، هيديك المحفظه بتاعتك بالشكل ده. هتروح على هتاخدها كوبي وتروح على موقع كوين رايز، تحطها بالمنظر ده وتضغط على سبميت. كده انت عملت طلب الايداع بتاعك، وزي ما قلنا 5 دقائق ل 10 دقائق هيكون الفلوس في حسابك. طيب احنا نعتبر ان احنا عملنا ايداع وحطيت فلوسك، هتبدا تشتغل ازاي في الموقع ده؟ زي ما قلت لك طريقه شغل الموقع في كذا طريقه للربح، لكن انا مش بفضل اي طريقه فيهم غير طريقه البي تي سي 28. هتضغط عليها بالمنظر ده هيفتح لك الصفحه اللي انت شايفها قدامك دي شارت، وبتتداول زي ما الناس بتتداول، البيتكوين هيطلع ولا هينزل، الشارت هيطلع ولا هينزل وبالمنظر ده. فتعال اقول لك ازاي هنبدا نشتغل، وطبعا هقول لك اول بونص معانا اللي احنا هنبدا نشتغل بيه اللي هيخليك مش هتخسر في التداول بتاعك وهتفضل تكسب على طول. فركز معايا. اول حاجه طريقه التداول هي انك بتقول ان السهم هيطلع في خلال دقيقه. طبعا عندك كذا فريم، عندك فريم الدقيقه، وعندك صفقه بتقعد مدتها دقيقه، وصفقه مدتها 3 دقائق، وصفقه ثانيه مدتها 5 دقائق. كل اللي انت بتعمله هو انك بتختار الفريم اللي انت هتشتغل عليه، صفقه دقيقه، انا بفضل ان احنا نشتغل على الصفقه الدقيقه دايما.
وبتبدأ تختار حاجة من الحاجات اللي تحت دي، هل السهم هيطلع، السهم هينزل، وهكذا. انا هقول لك دلوقتي هتختار بناء على ايه وازاي علشان ما تخسرش فلوسك. محدش يشتغل بدماغه هنا، علشان ده انت كده ممكن تخسر فلوسك بسهولة جدا جدا جدا، والطمع في الموضوع ده يعني فعلا بيضيع ارقام كبيرة جدا. فركز معايا كويس. اللي احنا هنعمله ايه؟ هو ان انا مديك اول بونص هنبدأ ان احنا نشتغل عليه هو جروب تليجرام. جروب التليجرام ده لو فتحته كده هتلاقيه بينزل لك صفقات في ال 24 ساعة، شغال 7 ايام في الاسبوع و24 ساعة في اليوم، فما بيقفش. طبعا كل الناس اللي نزلت جروبات على عن الموقع ده في اليوتيوب نزلت جروبات بتشتغل من ساعة، يعني بتوقيت محدد لكل دولة، لكن الجروب ده شغال 24 ساعة، فهتفتحه من أي دولة هتلاقيه شغال، وهتفتح في أي وقت هتلاقيه شغال، مش محتاج إنك تربط نفسك بميعاد معين. زي ما أنت شايف الجروب بينزل صفقات بالمنظر ده، كل دقيقة بتنزل صفقة. هنا مثلا في صفقة نزلها، الصفقة دي خسرت معاه، كتب إن الصفقة هنا لوز، وكتب لك الصفقة الجديدة بيقول لك نيكست ايشو الصفقة رقمها كذا، هتلاقي رقمها 367، اخرها 367 اللي هي الصفقة دي زي ما انت شايف قدامك كده، اخرها 367، تمام. فكل اللي عليك تعمله هو انك بتروح على الجروب وبتبدأ يقول لك هنا ادخل على سمول، اضغط على سمول وابدأ تداول بالرقم ده. طبعا الناس دي علشان خسرت فبيبدأ يضاعف، هفهمك النقطة دي بعدين. فهيقول لك الصفقة دي اضغط على سمول، خش على سمول، فهتبدأ انك تضغط على سمول، بعد كده تحط الرقم اللي انت هتتداول بيه وتضغط على تريد، كده انت دخلت الصفقة، تمام؟ تمام. الصفقة دي طبعا خلصت، مش هنلحق نخشها علشان الدقيقة خلصت، فهنا هتلاقيه منزل ان الصفقة كسبت، يعني الصفقة اللي احنا ما لحقناهاش دي كسبت معاهم، اللي هي اخرها 367، تمام؟ الصفقة اللي بعدها 368، هتبدأ انك تدخل على اود، هتضغط على اود وهتدخل على اود بالصفقة دي، فهنبدأ ان احنا نضغط على اود بالمنظر ده. اتأكد انك ضغط على حاجة واحدة بس، تمام؟ ده الشرط نعمله كده، ونبدأ ان احنا نحط الرقم اللي احنا هنتداول بيه وليكن مثلا 1 دولار، واود واضغط على تريد، هيفتح لك الصفحة دي، اتأكد من رقم الصفقة اللي انت بتشتغل عليها، وبعد كده اضغط على تريد، تمام. زي ما انت شايف دخلنا الصفقة، ده الرصيد بتاعك بيبقى مكتوب هنا اهو، تمام. ده طبعا ناقصنا 1 دولار، كنا 27 بقينا 26. الصفقة هتخلص، هتلاقي طبعا مالكش دعوة بالكلام اللي بيحصل هنا، انت تابع الجروب دايما، افتح الجروب اول ما الصفقة هتخلص هتلاقي في رسالة تانية جت بتقول لك الصفقة كسبت ولا خسرت، وهتعمل ايه في الصفقة اللي بعدها. فاحنا هنستنى الرسالة الجديدة من الجروب. طبعا الصفقة كانت بتعد اخر ثواني، ودلوقتي هتلاقي الرسالة جت. زي ما انت شايف جت الرسالة بيقول لك ان الصفقة بتاعتنا خسرت، اللي هي اخرها 368، والصفقة اللي بعدها ادخل ب 2.5، خش ب 2 دولار ونص. ليه؟ طبعا لانك خسرت الصفقة الاولى بواحد دولار، فهتخش الصفقة التانية ب 2 دولار ونص، عشان لما تكسب هتكسب الاولى والتانية، هتعوض القديم وهتكسب ربح جديد. فهنبدأ ان احنا نخش، بيقول لك اضغط على ايفن وخش، فهنبدأ ان احنا نضغط على ايفن بالمنظر ده، ونبدأ نخش بالرقم اللي هو بيقول عليه. طبعا انت ما تدخلش بالارقام دي، لان هعرفك دلوقتي انت ازاي تقدر تحسب انت تخش بايه وتتداول ازاي، فهعرفك دلوقتي. وده البونص التاني معانا، اول بونص كان الجروب، تاني بونص هعرفك، هديك جدول انت هتمشي عليه، لو مشيت عليه عمرك ما هتخسر فلوسك في الموقع ده، هتفضل تكسب 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 بس. فهوريك دلوقتي هتعمل ايه. ده طبعا احنا ما لحقناش نخش الصفقة دي عشان انا بشرح لك بس، فمدة الصفقة عدت، فخلينا نشوف. خسر التاني فهو ضاعف تاني ويقول لك خش سمول. فطبعا احنا لو تابعنا، لو خسرت مرة تانية هيضاعف اكتر وهتخش وهتكسب الاخيرة. فاقول لك دلوقتي احنا بنحسبها ازاي. لو جيت هنا هتلاقيني برضو سايب لك في اللينك اللي انا هسيبه لك تحت كل اللينكات اللي احنا هنستخدمها، وهسيب لك برضو فايل في الصورة دي. طبعا هنا خطة عمل بناء على رأس مالك، انت لو عندك رأس مالك 10 دولار بس تقدر تشتغل على خطة العمل دي. اول حاجة هتخشها مالكش دعوة برسائل الجروب خالص، اللي هي الرقم اللي بتدخل بيه ده مالكش دعوة بيه، انت بس خش على التوصية اللي هو بيقولك عليها والصفقة اللي هو بيقولك عليها، بس ادخل بالارقام اللي هنا. اول رقم هتخش بيه او اول صفقة هتخشها هتبقى ب 0.03، 3 سنت لو انت رأس مالك 10 دولار فقط، هتخش ب 3 سنت. خسرت هتخش
ب 5 سنت، خسرت هتخش ب 11 سنت، خسرت هتخش ب 25 سنت، خسرت هتخش بنص دولار، خسرت هتخش بدولار و6 سنت. لو كسبت انت بتعوض كل اللي فات وبتاخد ربح جديد. طيب لو لما تكسب هتكمل؟ لا، لما تكسب مش هتكمل، لما تكسب هتعيد من الاول، ولو الاولى كسبت هتفضل تشتغل على السعر الاولاني. ده طبعا لل 10 دولار وكل الارقام اللي انت شايفها قدامك دي وكل رؤوس المال دي، انت بتبدا تشتغل على اول رقم فقط. لما تخسر بتبدا انك تضاعف لحد ما تكسب وترجع تاني لاول رقم، لحد ما تعدي مرحله الرقم ده وتخش على المرحله اللي بعدها. البونص ده هيخليك فعلا ما تخسرش فلوسك، لانك عمرك ما هتخسر 8 مرات ورا بعض، ودي ما حصلتش خالص على جروب التليجرام. لو رحت وراجعت الرسائل مش هتحصل خالص، ومش او ما حصلتش فعلا خالص، مش هتلاقي ان هو خسر او 8 صفقات خسرت ورا بعض، اخرها بتبقى 3 4 صفقات 5 صفقات بالكتير قوي، والسته بتكسب وتعوض اللي فات كله. طيب اعتقد انت دلوقتي عرفت ازاي انك تشتغل على الصفقات. زي ما انت شايف الصفقه اللي هو ضعيفها اخر صفقه كسبت زي ما انتم شايفين، فهو كده اللي دخل الصفقة دي عوض اللي فات كله وكسب ربح جديد. طبعا احنا ممكن نخش هنا على ماي اوردرز عشان تعرف الصفقات اللي انت دخلتها والربح والخسارة بتاعتك. طبعا انا يعني الحساب ده زي ما قلت لكم بجرب عليه، وصلت فيه لاكتر من 100 دولار ونقصت تاني لحد 50 دولار لان انا بجرب. لكن لما بتتابع الجروب على الحساب الكبير بتبدا بتشوف ربح كبير، فهوريك دلوقتي الحساب الكبير وصلنا فيه لايه، بس خلينا اكمل لك شرح الموقع. طيب دي كانت الطريقه الاساسيه والطريقه المدفوعه اللي بتكسب بيها من على الموقع ده. وزي ما قلت لك احنا هنعمل النهارده اثبات سحب، فاثبات السحب انا هعمله معايا رصيد هنا 26 دولار علشان نجرب بس في الفيديو. هسحب قدامك دلوقتي 20 دولار وهنشوف اثبات السحب مع بعض، فخليني اسحب الاول علشان في خلال ما السحب ده يوصل اكون انا شرحت لك باقي الطرق. هنضغط على ويزدرو زي ما اتفقنا، وهنحط هنا المبلغ اللي احنا انا هسحب مثلا 25 دولار، فهحط 26 دولار علشان يوصلني 25، لان في 1 دولار عموله للشبكه، فهتحط 26 دولار. بعد كده هتحط هنا المحفظه بتاعتك. طبعا احنا عرفنا نجيب المحفظه ازاي، هنبدا ناخدها كوبي ونحطها هنا بالمنظر ده ونضغط على سبميت. هيجيب لك كود على الايميل بتاعك. طبعا انت محتاج تضغط على سند علشان يبعت لك الكود. اول ما تضغط على سند هتلاقي الايميل جالك على الايميل بتاعك، فهيكون في كود، هتبدا تحط الكود ده ويبدا يسحب معاك. طبعا الايميل جه بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، زي ما انت شايف الايميل جه بالمنظر ده. هبدا ان انا احط الكود ده 1 2 3 2 8 9 وابدا اضغط على كونفيرم. كده هيقول لي طلب السحب بتاعك تم، في خلال المفروض من 5 ل 10 دقايق يكون السحب بتاعي وصل. طبعا احنا عندنا هنا في الفوست باي ممكن نشوف اخر عمليات عندنا علشان نتاكد ان مفيش عمليات خالص في اخر فتره، فلو جه السحب بتاعنا هتلاقي العمليه ظهرت في المكان. طيب احنا كده عرفنا طريقه الشغل المدفوعه وعرفنا طريقه السحب والايداع، واديتك اول بونصين معانا، البونصين اللي انت هتقدر تشتغل فيهم في الطريقه المدفوعه وتضمن ان انت على طول كسبان مش هتخسر. طيب اللي جاي معانا ايه؟ اللي جاي معانا هو بونص معمول لينا احنا بس، للناس اللي داخله من الرابط اللي موجود في الديسكريبشن وفي اول كومنت بس، غير كده محدش هيقدر يستغل البونص ده. لو عملت حسابك، لو فتحت حسابك هتضغط هنا على كلمه سيموليشن، هتضغط عليها هيفتح لك حساب فيه 20,000 دولار. ال 20,000 دولار دول فلوس وهميه بتبدا انك تتعلم وتتداول بيهم على الموقع. بعد ما تتقن بتبدا انك تروح تعمل ايداع وتشتغل بالطريقه اللي انت اللي انا وريتها لك في اول الفيديو. طيب لو انت ما معكش فلوس تعمل ايداع، ازاي تقدر تكسب من المكان ده؟ طبعا احنا عندنا اصلا طريقه اساسيه كل الناس شرحتها، فانا مش عايز اعيدها تاني، اللي هي طريقه الاحالات. لو خدت الرابط بتاعك وسوقته، الناس اللي بتعمل ايداع انت بتاخد ربح منها، ولكن انا مش عايز اعتمد على الموضوع ده لان انا عارف ان اغلب الناس مش تقدر انها تجيب احالات. فطريقه الربح هنا هي انك بتكبر المبلغ ده، بتبدا تتداول وتكبر المبلغ ده. كل ما كبرت المبلغ ده انت بتبقى مؤهل انك تكسب ارباح من الموقع نفسه. الموقع نفسه مقدم ان هو بيديك ارباح، تقدر تكسب ارباح، تقدر تكسب ايفون، تقدر تكسب موتوسيكل، تقدر تكسب هدايا كاش على الموقع ورصيد في الموقع. تقدر طبعا تقرا كل الكلام اللي هنا ده او تترجمه وتقراه، هتفهم المسابقه عباره عن ايه. زي ما قلت لك انت لو مش مسجل من الرابط اللي في الديسكريبشن انت مش هيتطبق عليك شروط المسابقه دي، فانت لازم تسجل من الرابط اللي في الديسكريبشن وتضغط على المكان ده، تقرا المسابقه واصول المسابقه،
وتعرف انت المفروض تعلي الحساب بتاعك او تحقق ارباح في الحساب بتاعك قد ايه علشان تكسب الهدايا اللي بيقولوا عليها ده. في هدايا ممكن تاخد رصيد $10، ممكن تاخد رصيد 10 تي ار اكس، في مرحله هتوصل انك تاخد ايفون 15 برو، ايفون 15 برو ماكس. ففي مسابقه قويه جدا معموله للناس اللي تابعنا في الموقع، فعلشان كده دي طريقه مجانيه ما حدش قالك عليها قبل كده، فتاكد انك تستغلها. يعني ده بونص انا تعبت عشان اجيبه لكم، فتاكد ان الكل يستخدمه والكل يستغله. طبعا كل حاجه استخدمناها انا سايبها لك في الديسكريبشن، علشان كل الروابط اللي استخدمناها هتلاقيها موجوده في الديسكريبشن علشان تقدر توصلها بسهوله، فاشتغل على طول يعني مع نفسك. هنخش دلوقتي نشوف مين اللي كسب معانا في الفيديو اللي فات. هناخد كومنت بشكل عشوائي زي ما قلنا، واللي هيكسب هنحول له الجائزه بتاعته على الفير. فهنبدا ان احنا نضغط على ستارت علشان ناخد الكسبان معانا في الفيديو. زي ما انتم شايفين ده اكونت اسمه مورو دودو، هو جاوب الاجابه بتاعته، هو فتح مكه في يوم 20 رمضان في السنه الثامنه للهجره 10 يناير سنه 630. بس للاسف الاجابه بتاعته غلط، هو الاجابه الصحيحه هو يوم 10 رمضان، العاشر من رمضان. فللاسف هناخد واحد تاني غيره، فهنبدا ان احنا نستنى نوصل الكسبان بتاعنا. للاسف مش حاطه اجابه او مش حاطط اجابه السؤال، فهنبدا ناخد فايز غيره. زي ما انتم شايفين الحساب ده اللي هو بي محمد، هو ده اللي كسب معانا، حاطط الاجابه بتاعته العاشر من رمضان في السنه الثامنه للهجره، الاجابه صحيحه، وبس مش حاطط حساب البير بتاعه. فاتمنى انك تتواصل معايا على التليجرام، هتلاقيه في وصف الفيديو، وان شاء الله احول لك المبلغ بتاعك. وهنزل طبعا بوست اثبات تحويل على الكوميونتي بتاعت القناه، فتاكد انك تكون مشترك ومفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك اشعار بالبوست. طيب وبعد ما عرفنا الفايز بتاعنا، تعالى نشوف الحساب الاساسي بتاعي، الحساب الكبير اللي قلت لك عليه، ونبدا نخش كام صفقه على ما اثبات السحب يوصل. فهفتح الحساب بتاعي، زي ما انتم شايفين ده الحساب اللي انا قلت لك عليه، في $2000 زي ما انتم شايفين، يعني حوالي 99,000 جنيه. فهوريك دلوقتي هتبدا تشتغل ازاي على الجروب بالمنظر اللي احنا قلنا عليه، وطبعا باتباع الاستراتيجيه اللي احنا قلنا عليها. فانا حسابي اقدر اشتغل على الخطه اللي قبل الاخيره دي، اللي هي الرصيد ال $1200. تمام، فهبدا ان انا اروح على تريد وهضغط على بي تي سي، وهبدا ان انا اشتغل. فاتح الجروب الناحيه دي علشان اشوف التوصيات الجديده، وفاتح الحساب الناحيه دي علشان ابدا اشتغل على طول. عندنا هنا الصفقه دي مش هنلحقها لان عدى عليها باقي 10 ثواني خلاص، فهنبدا نخش من الصفقه اللي جايه. زي ما انتم شايفين الصفقه بتاعتهم كسبت الاخيره، فهنبدا نخش معاهم من الصفقه دي. بيقول لك انك تخش على اود، وبعد كده نحط الرقم اللي احنا هنتداول بيه. طبعا احنا بناء على الحساب بتاعنا هنتداول ب $3.5 في الصفقه الاولى، فهضغط هنا $3.5. بعد كده هبدا ان انا اضغط على اود، بعد كده اضغط على تريد، بعد كده تضغط على تريد مره كمان وتستنى الصفقه لما تخلص. طبعا احنا عندنا هنا رقم الصفقه اخره 84، وهنا التوصيه بتاعتنا اخرها 84، فاحنا كده ماشيين صح. خلاص كده باقي 3 ثواني في الصفقه زي ما انتم شايفين، 1 2، وكده الصفقة خلصت معانا. طبعا لو عايزين نعرف احنا الصفقة عملت ايه، ممكن تخش على ماي اوردرز او تستنى الرسالة من الجروب. طيب بيقول ان احنا كسبنا، فنخش على ماي اوردرز، اقدر ان انا اشوف الصفقة اللي دخلتها دي كسبت معايا $6، يعني انا كسبت الضعف تقريبا. فهنخش الصفقة اللي بعدها، بيقول لك خش على ايفن، برضو هنخش بالرقم الاولاني، احنا كسبنا ما خسرناش فمش هنضاعف، هنخش بالرقم الاولاني $3.5. فهبدا ان انا احط $3.5 واضغط على ايفن، بعد كده تريد وتريد مره كمان وتستنى الصفقه لما تخلص. زي ما انتم شايفين باقي ثانيه واحده وكده الصفقه خلصت معانا. هنشوف النتيجه بتاعتها من الجروب، نستنى الرساله. زي ما انتم شايفين بيقول ان الصفقه خسرت. تمام كويس جدا. بيقول لك خش الصفقه اللي بعدها اللي اخرها 86 على بيج، هضغط على بيج، الصفقه اخرها 86، هبدا ان انا اضاعف المبلغ بتاعي بقى تاني رقم هقدر ان انا اشتغل بيه بناء على الحساب بتاعي، هضغط على 7.3، $7.30. فهبدا ان انا احط هنا $7.3 واضغط على تريد، تريد مره كمان، كده انا ماشي على الاستراتيجيه بتاعتي مظبوط. فاحنا كده خسرنا. انا كنت مستني ان الصفقه تخسر علشان اوريك الاستراتيجيه هتبقى ماشيه ازاي، وهنكسب فين، وهنكسب قد ايه. فخليك بقى ماشي معايا لحد ما نشوف
هنوصل لفين. وزي ما انتم شايفين بقى خلاص 3 ثواني على الصفقه، هنبدا ان احنا نستناها تخلص وهنشوف الرساله في الجروب برضو. احنا طبعا بدل ما تخش على اوردرز وتخرج كل شويه، شوف من الجروب على طول. زي ما انتم شايفين بيقول ان الصفقه الاخيره وين، يعني احنا كسبنا بالمضاعف، يعني حطينا 7.30 دولار خدنا 14 دولار و23 سنت، يعني احنا كنا خسرانين 3.5 دولار، كسبنا 14 دولار. فطبعا ربح كبير جدا جدا جدا. فانت كده مش هتخسر لو مشيت على الاستراتيجيه اللي قلت لك عليها، اتاكد انك مش هتخسر. تمام، بيقول لك خش الصفقه اللي بعدها قد، فهتبدا ماشي على نفس المنهج. فانا هستنى اثبات السحب يوصل وارجع تاني. طيب دلوقتي تعالى نشوف اثبات السحب بتاعنا. هنيجي هنا نعمل ريفرش على المحفظه زي ما انتم شايفين المبلغ، نشوف المبلغ هيزيد ولا لا. اعتقد ان السحب كده وصل خلاص، زي ما انتم شايفين المبلغ زاد 336 دولار. لو رحنا على الهيستوري هتلاقي اخر عمليات حصلت، هتلاقي العمليه دي زي ما انت شايف قدامك ايداع ب25 دولار، يعني دخل في الحساب بتاعنا 25 دولار، ده يوم 30. فكده احنا شفنا اثبات السحب قدامنا وتاكدنا ان الموقع كويس وبيدفع. طيب وزي ما انتم شفتوا كده عرفتك طريقه العمل، ازاي تقدر تشتغل على الطريقه المجانيه وازاي تقدر تشتغل على الطريقه المدفوعه، وكمان اديتك بونصين من عندي تقدر انك تشتغل بيهم ويضمنوا لك انك تفضل تكسب وتحافظ على راس مالك. وكمان عملنا اثبات السحب قدامك زي ما انت شفت، فاحنا كده متاكدين ان الموقع صادق وبيدفع والطريقه شغاله كويس. ان شاء الله تكون استفدت من الفيديو ده. طيب قبل ما نقفل الفيديو خليني اقول لك ايه المسابقه اللي انا قلت لك عليها في اول الفيديو. المسابقه هتكون مختلفه المره دي، المسابقه هي ان الفيديو ده يوصل ل 1000 لايك وهنزل لك الاستراتيجيه او الطريقه اللي انا بستخدمها في الاكونت الرئيسي بتاعي، غير الاستراتيجيه اللي وريتها لك النهارده. استراتيجيه فيها شويه خطوره بس هي اللي كبرت الاكونت الكبير اللي انا وريته لك النهارده اللي فيه 2000 دولار. هعرفك ازاي تقدر توصل لارقام اكبر من كده بكتير باستراتيجيه فيها شويه خطوره، استراتيجيه مختلفه انا اللي بستخدمها، مش جايبها من على النت او مش جايبها من حد، دي طريقه انا بستخدمها. لو عايزين اشاركها معاكم ممكن اشاركها معاكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، لو الفيديو ده وصل ل 1000 لايك في خلال يومين. وبس كده، دي كانت كل حاجه درس النهارده. طبعا هكون افدتك لو معلومه صغيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.